أنا اسمي ريم حرفوس، دكتورة صيدلانية بجامعة تشرين، عمري 31 سنة من اللاذقية سوريا. عندي حلم شوف معظم بنات وشباب اللاذقية على البسكليت من هلأ لسنة. عانيت كتير من زحمة السير ونطرة الباص والتكاسي، وكنت كتير اتضايق، ووصلت لمرحلة انه خلص بدي وسيلة تريحني من كل هيدي المشاكل. فصار لي سنة ونص ابدا يعني تنقلاتي كلها على البسكليت، ابدا ما بفكر اني انا انطر باص او تاكسي. من لما بلشت اطلع على البسكليت لقيت ردود افعال مختلفة، منها ايجابية ومنها سلبية. مثلا كتير بتذكر مواقف ايجابية صارت معي، سيدات يطلعوا من السيارة وهنن عم يسوقوا يقولوا لي برافو ويمدوا اشارة اللايك باصبعهم، او يقولوا لي نيالك يا ريت نكون محلك. في كتير من دكاترة زملائي حبوا الفكرة وحبوا يعملوا مثلي. اما من ردود الفعل السلبية لا يخلو الامر وهنن نسبة قليلة، مثلا خاصة من الرجال يعني اللي ما تقبلوا الفكرة، اللي شافوني مرة انا وعم درب صديقتي قالوا لي هذا اللي كان ناقص. بالبداية خفت من كسر التقاليد وخفت من نظرة المجتمع والجيران وأهلي إنه أنا عم أركب بسكليت، بعدين جرأت وقمت بهاي الخطوة وماني ندمانة أبداً. عم درب رفقاتي البنات ليتعلموا التوازن على البسكليت، لانه شفت انه في مشكله بهذا الموضوع. عم اقضي معهم عده ساعات لحتى يتعلموا ركوب عليها، وعندي بسكليت احتياط البيت لرفقاتي اللي بيحبوا يطلعوا مشاوير معي. هلا كثير تحمست لفكره البسكليتات، فصرت اتدرب بالملعب البلدي باللاذقيه 3 مرات بالاسبوع، ونقطع مسافات كثير، لحتى اخر شيء شاركت بسباقات على مستوى الجمهوريه وحققت اخر بطوله مركز ثالث على مستوى الجمهوريه فئه السيدات. عم قود مبادرة ليتس بايك مع الجمعية الوطنية لإنماء السياحة. بلشت الفكرة مع الجمعية مشان ندرج البسكليتات باللاذقية، وعم يطلعوا معنا مجموعة كبيرة من الشباب والصبايا، خاصة الصبايا حوالي 20-30 شخص من مختلف الأعمار، وعم نروح جولات بمدينة اللاذقية مع دعم من الجمعية، وعم نعمل شي حلو كتير. كانت معكم ياسمين كروم من اللاذقية.